الكرة الثابتة الصافرة من ثم نفذت. الله حريري، هدف مقابل لا شيء. الأسود نجم اللقاء بهدف بتحرك بصناعة بعد ذلك تمرير من مهدي حميدان حاضره. الله شيخ يضع هدفا في غاية هنا في العراق. الأجواء التي بدأت منذ أيام وبالأمس كانت الانطلاقة لحفل الافتتاح وكورة تيغالي وشباك السيد محمد جعفر. كرة جاءت رائعة من جانب حارب سهيل، أعطى الصناعة بالقدم اليسرى وبعد ذلك الرأسية من البديل سيبستيان.